مرحبا، من يوم أمي جابتني ونسمع أن الأردن يعيش على منعطف تاريخي، وأن الوطن يمر بأزمة اقتصادية خانقة، وأن الأشقاء العرب تخلوا عن دورهم في دعم الأردن ماديا، وأن الأردن يعيش في محيط ملتهب، وأن الأردن يمر بمرحلة صعبة وحساسة، وأن الوضع الاقتصادي سيتحسن في غضون عام أو عامين. احنا بنخرج من عنق الزجاجة في منتصف ال 19 سنة 80 قالوا لنا هتطلع من عنق الزجاجة بس احنا مرضناش، احنا مرضناش، قعدنا في قعر الزجاجة من ساعتها. سمعنا هالحكي آلاف المرات وفهمناه وصدقناه وحفظناه، لكن بيتساءل الأردني ليش احنا نعيش العمر كله على منعطفات، وليش في أردنيين عايشين على منعطفات وأكثر من 10,000 موظف هيئة مستقلة عايشين على أوتوسترادات؟ ليش بس إحنا العسكري والمعلم والطبيب والممرض اللي عايشين على المنعطف، وفي ناس قاعدين بيتبرطعوا بثروات البلد؟ ما هو يا بتنزلوهم يعيشوا معنا على المنعطف، يا بتطلعونا إحنا نعيش معه. اللي بدنا نقوله يا بنعيش عيشة فل، يا بنموت إحنا الكل. لا هو صحيح يعني.